كنا بنتكلم في ان انت يعني ازاي طرق تتغلب بيها على التفكير قبل النوم، فكان في تعليق لفت نظري كده يعني، فقولوا الناس اللي بتنام على طول دي هي الناس اللي بتنكد على الناس التانية يعني. طيب هو انت لما بتنكد وبتخلي الناس التانية دول ينكدوا عليك او عليكي وتنامي كل يوم ودمعتك على خدك وعلى مخدتك، طب هو ايه اللي اتغير؟ يعني انت عملتي ايه يعني منكده؟ طب ماشي، والله انا اللي اعرفه حاجه، اللي بينكد عليا ده انا ما قداميش غير حاجه من اتنين، قادر انكد عليه وده هيريحني يا باشا نكد، مش هو بينكد، نكد انت كمان، هي دي بتنكد عليك وبتسملك بكلمتين؟ والله لو انت تملكي من الامكانيات ان انت تعرفي تسمي لها بكلمتين وتحرقي لها دمها زي ما هي بتحرق لك دمك، وليه لا؟ لو ده هيريحك اعمليه، بس ارتاحي ونامي بالليل وانت مرتاحه. طب مش عارف، اعتبريها مش موجوده، اقطعي علاقتك بيها، اعتزل ما يؤذيك، انما سيب نفسي كل يوم نفس الموضوع هو هو. واحنا لما كنا بنقول ان احنا نحاول نوجد حلول، واحنا كنا بنقول ان احنا ما نفكرش في حاجه ليه؟ واحنا كمبيوتر هندوس على ديليت، دي هنلغي، دي مش هنفكر فيها، مش خلاص مش هنفكر فيها؟ لا طبعا مش بمزاجنا، لكن هي الفكره في ايه؟ اللي بتفكر فيه ده حط له نهايه بقى. كام باب مفتوح في دماغك؟ لما يبقوا مليون باب مفتوحين في دماغك اقعد اسبوع كده فكر ان شاء الله في حاجه واحده بس، بس اخلص منها وحط لها نهايه، عايزين نقفل الباب بتاع حاجه، والاسبوع اللي بعده حاجه تاني، والاسبوع اللي بعده حاجه تاني، واللي بعده حاجه تاني، هيبقى عدى 4 اسابيع. طب خلاص، يبقى بدل ما كان في مليون حاجه في دماغك بقوا مليون الا 4، مش احسن؟ انما ما تقعدش تسيب نفسك لناس تقعد تنكد عليك بشكل مستمر كده كل يوم كل يوم، انت اللي هتبقى خسران، انت اللي هتبقى خسران، انت اللي هتخسر صحتك وفرحت اللي قدامك، عايز تفرحه فيك ويعرف ان انت كل يوم بتنام منكد بسببه هو؟ لا، مفيش احسن بالسعاده، بس لما تبقى مش سعاده مصطنعه من جواك، ارضى وقول الحمد لله، واللي نفسك فيه عايز تعمله ما دام ولا حرام ولا عيب اعمله، المهم ابقى مرتاح. السلام عليكم.